الحقيقة كانت ملابسات الحادث كانت من خلال أن الشخص الإرهابي دخل من الباب الخشبي بتاع الكنيسة ودخل في الطرقة الجانبية ما بين صفي مقاعد الرجال، الصف الرئيسية الأولى الصف الرئيسية الثانية اللي عند العمدان، بينهم طرقة دخل منها وتقدم مسرعا إلى أن وصل إلى هذا المكان حيث كان كرسي قداسة البابا أو نيافة الأسقف في هذا المكان، وقد تحطم تماما ودي الآثار المتبقية منه. وهنا كان يجلس أولادنا الشمامسة على المصطبة دي، هنا الفورس بتاع الشمامسة الجهة البحرية ويقابلها الجهة الإبنية. في هذا المكان على وجه التحديد اللي أنا واقف فيه عند نهاية الطرقة وفي مواجهة المقاعد الأولى للرجال تم تفجير نفسه بالحزام الناسف. من شدة الانفجار زي ما حضرتكم شايفين تناثرت الدماء من أشلاء والتصقت بالأعمدة حتى أن وصلت آثارها حتى إلى العمود الأخير في صحن الكنيسة، وعلى المستوى الرأسي وصلت إلى أعلى سقف الكنيسة حيث واضح أن هناك آثار التصاق أشلاء بالسقف العلوي للكنيسة، والارتفاع ده لا يقل تقريبا عن حوالي 17 أو 18 متر. ترتب عليه برضو اندفاع الدم للحوائط الجانبية ومست الأيقونات، ترتب عليها أن حجاب الهيكل النصف الأيسر منه تحطم وتهدم، وأيضا تدمرت شاشات العرض التلفزيونية اللي موجودة أعلى الهيكل وفي على العمدان. أولادنا اللي كانوا واقفين هنا برضو وصلت لهم الشظايا، بعض السيدات اللي كانوا موجودين هنا في الأماكن الأولى أصابتهم شظايا أدت إلى فقدان بعض الأعين، وكذلك بعض أولادنا الشمامسة اللي هنا جات لهم شظايا شديدة، ومن ضمنها ابننا المصاب بشوي جيران فقط أحد عينيه تماما. يلاحظ وجود كم كبير جدا من الدماء في هذه المنطقة لأن هنا كان في أكبر عدد من الضحايا، وأيضا السجاد اللي كان موجود أمام الهيكل تخضب بدماء أولادنا الشهداء، لكن هنا ما بين الدكك لما سقط أبنائنا الشهداء من العلمانيين اللي كانوا في صحن الكنيسة دماءهم غطت الأرضية اللي موجودة. من شدة الانفجار كرسي نيافة الأسقف تحطم تماما وتكسر إلى أجزاء بسيطة، وبرضه الدرجات اللي هنا تهدمت. هذا المكان كان عبارة عن غرفة مخصصة لبعض الأنشطة الكنسية، ولكن استحسننا تحويل هذا المكان إلى مدفنة ليكون ملاصقا للكاتدرائية اللي تمت فيها الأحداث، وتم عمل عيون لوضع الجسامين الصناديق، وتم استيعاب عدد الشهداء بالكامل 27، وهي مهيئة بصورة لائقة، ولكن ستستكمل بوضع أيقونات وصور الشهداء بما يليق بكرامتهم، ونرجو أن يتحول إلى مزار تاريخي يحمل ذكريات هذه الأحداث. تمام. خذك سؤال يا ابني زي ما انت قلت.